دائما اذا كان مش نشتري سياره مستعمله، شنو هي الحاجات اللي لازمنا نتاكدوا منها؟ اول حاجه لازم نتاكدوا منها بخلاف الهيكل والصدى وغيره هي المحرك والعلبه اللي هما قلب السياره، وكذلك الجزء الالكتروني اذا كان السياره هذه تشتغل انجكتر. به اليوم ان شاء الله في الفيديو هذا مش نوريكم طريقه غير عاديه كيفاش نتاكدوا انه في الداخل كل شيء على ما يرام. ما نقدروش نجيو لصاحب السياره نشتروها من عنده ونقولوا له هات خلينا نفكوا المحرك ونراو واش فما في الداخل. اليوم ان شاء الله مش نوريكم طريقه بالضبط تعرفوا بها شنو الموجود في المحرك هذا واين هو العطب او الخلل اللي يقدر من بعد يتعبك من بعد ما تشتريها بالضبط في مكانه. بارك الله فيكم ونمروا للفيديو نتاعنا وتابعوني حتى تفهموا الموضوع هذا ان شاء الله. باه قبل ما نمشيو للسياره اللي عندي اللي تعرفوها اللي جاتني من عند جاري القديمه هذيك ونتاكدوا عليها جميع ما هو لازم نتاكدوا فيه باش تفهموا الموضوع احسن، خليني للناس اللي ما تعرفش كيفاش يشتغل المحرك وشنو هي الحاجات اللي مش نتاكدوا منها نوريكم بسرعه تيوريك. لهنا هذا عندي محرك احتراق داخلي باللغه الروسيه يتسمى دفيجاتل فنوترنيا زهرانيا دي في اس. باه المحرك هذا كما تعرفوا لهنا تركب فيه البوجي او الشمعه، ولهنا عندنا فيه شنو؟ عندنا سيلندر وعندنا البيستون اللي هو احنا نسمى هنا بورشن. هذا بورشن يدخل في السيلندر. البورشن هذايا فيه ثلاثه وحدات، لهنا انا عندي اثنين لانه هذا المحرك ماهوش نتاع سياره. في السياره لهنا نلقاو ثلاثه وحدات، ليس اثنين مثل هنا، ثلاثه وحدات فيهم حفور كما تشوفوا هنا. الحفور هذه يركب عليهم، يركب فيهم خواتم. الخواتم هذه هي اللي تخلي المحرك يعني البيستون هذايا والسيلندر هذا اللي هو يدخل فيه وقت اللي يشتغل المحرك يكون دائما ما فيهوش اي تسريب، يكون يحك بالضبط. مع انه السيارات الكل خذوها من عندي مسلمه، بي ام، مرسيدس، تويوتا اللي هي جديده من المصنع من كذا، دائما فيها بورسون يعني فيها نسبه مئويه من التضييع، لانه الخواتم اللي تجي لهنا ما تقفلش 100% البيستون على السيلندر. هذه حاجه لازم تعرفوا. اول حاجه نشيلوا البوجي مثلا الاولى بتاعي. هذا من البوجيات اللي ثقبناها، موريتكم طريقة ثقب البوجيات في الفيديوهات السابق اللي صارت لي عليه كثير من التعليقات. هذا هو المكان اللي ثقبناه، ظهر لي واضح انه البوجي امورها واضحة والمكان اللي ثقبناه لم يحترق. هذا العود اللي حكاوا عليه كثير في الفيديو في التعليقات، لم تقع هذا العود في وسط السيارة وماشي بها 1200 كيلومتر من بعد ما كملت، من بعد ما عملنا الفيديو هذا. الفيديو هذا اللي ما شافوش يقدر يمر عن طريق الدائرة البيضاء اللي تطلع الان على هذا الفيديو. قبل ما نبداو التاكد نتاعنا اذا كان عندنا اندوسكوب، اندوسكوب كيما هذايا اللي وريته لكم في الفيديو السابق، اللي ما شافوش كيما قلت لكم يقدر يمر له عن طريق الدائره البيضاء على هذا الفيديو. وناخذ الكاميرا اللي في الاندوسكوب ونشغلوا فيها الاضاءه، هي الاضاءه اللي هنا شغاله، وندخلوها ونشوفوا شنو عندنا لداخل. كيما تشوفوا لهنا، كيما تشوفوا هوني شفتوه ظاهر لي كل شيء واضح والبيستون واضح والامور واضحه، كل شيء واضح بواسطه الاندوسكوب. الاندوسكوب اخواني ما يخافش من كيما نقولوا احنا شفتوه البيستون اموره واضحه، هذا السيلندر وهذا البيستون، ما عنديش جروح في السيلندر، اموري سانك سان كيما تشوفوا لهنا. وهذا كيما تشوفوا السوباب عندي مفتوح، شفتوه السوباب الاول هو مفتوح وعليه كثير من الاوساخ كما تشوفوا هنا. طريقه تنظيف الاوساخ هذه اللي في الداخل في المحرك بدون فتح المحرك نوريها لكم في فيديو قادم ان شاء الله. به خلاص من بعده في العاده، في العاده شنو يصير؟ في العاده الناس اللي بتشتغل الميكانيكيين في الاغلب يقوموا بقياس الكومبريسيا. كيفاش يقيسوا الكومبريسيا؟ انا عندي لهنا مثلا وحده تقيس الكومبريسيا، الوحده هذه جاتني من موقع بانجود. اللي يحب يشتري منها موقع بانجود يقدر يمر عن طريق الرابط اللي يلقاه في اعلى الوصف اسفل الفيديو ويشتري منها. اللي يحب يشتري عنده في بلاده موجوده يشتريها عنده. هنا الصندوق هذا اللي جاني من موقع بانجود فيه المانومتر اللي يقيسوا به الكومبريسيا، فيه وحدة التركيب اللي في المينومتر حتى نركبوه في السيلندر المعوجة، وفما المستقيمة لأنه كل محرك كيفاش يكون لك أسهل، وفما كذلك الكابل هذايا أو الخرطوم هذايا اللي نقدر نستعمله هو. أنا مش نستعمله هو لأنه في الأحسن من الأغلب من الأحسن أن نجربه ونقيس الكومبريسيا اثنين أشخاص، واحد يقيس والثاني يدور المحرك. لكن هنا بما أني أنا لوحدي نوريكم كيفاش مش أقوم بالطريقة هذه لوحدي. ناخذ هكذا كما قلت لكم الجهاز هذا اللي يحب يشتري منه ماهوش غالي، موجود على موقع بانجود، رابط الشراء موجود في علبة الوصف أسفل الفيديو. ناخذ الخرطوم هذا اللي جاني معاه وندوره هنا في مكان هذه البوجي. نقدر نستعمله
الوحدات هذه اللي تجي في الصندوق نضغط فقط ونشوف. لكن هذا اذا كان اثنين اشخاص لهنا بتشوفوا علاش. الان بفهمكم علاش. ندوروه ونثبتوه جيدا باش ما يكونش فما خروج للهواء، ومن بعد نركبوا الخرطوم هذا في الرأس الثاني اللي هو هذا يعني. بالطريقة هذه خلاص أموري واضحة. لهنا أخواني كما تشوفوا شلت جميع البوجيات كما تشوفوا لهنا، وركبت المانومتر هذايا الكومبريسومتر في المكان الأول. أنا مانيش مش نمشي نركب في السيارة وندور وكذا، لذلك شنو مش نعمل كما تشوفوا، مش نوجه لكم الكاميرا للمانومتر لهنا كما تشوفوا. وبالنسبة للتدوير المحرك مش نقوم بواسطة ربط الكابلوهات هذوما اللي لهنا في الستارتير باش ندور بدون أن نمشي للسيارة. باه نشوفوا اخواني مع بعضنا. خلاص نشوفوا اخواني مع بعضنا شنو عندي لهنا. الكومبريسيا اللي عندي لهنا واللي قاسها للجهاز الان نوريها لكم. الكومبريسيا عندي لهنا هي 12، يعني عال العال 12 بار. هذه جيدة جدا خاصة بالنسبة لسيارة مثل هذه اللي جاتني من عند جاري كما تعرفوا. المحرك هذا روسي ماشي 468 ألف كيلومتر بدون أي تصليح، ويقعد فيه كومبريسيا هكذا يعني أموره واضح. شنو نعملوا؟ القرص هذا نضغط عليه ترجع للصفر، نفرغوا الكومبريسيون أوب خلاص، ونمشيو للثاني اللي هو اللي بعده مثلا اللي هو هذا. نفس العملية كما تشوفوا لهنا. كما تشوفوا لهنا نفس العملية 12 شفتوا؟ يعني لهنا عندي مريق الأمور. إذا كانت تكون الكومبريسيا هذه ضعيفة لازم نعرفوا شنو السبب أول حاجة، أو في بعض الأحيان قليلة لكن تصير أنه تكون الكومبريسيا جيدة الضغط جيد لكن فما مشكلة. الأمر المهم جدا في هذا الفيديو هو كيفاش نعرفه أين هو الوضع الخراب في هذا المحرك، أين هو التسريب. شنو نعمله؟ نحتاج الجهاز هذا، الوحدة هذه اللي تشوفوا فيها الآن لهنا. الوحدة هذه شنية نشوفوها مع بعضنا. هذه كذلك جاتني من موقع بانجود، اللي يلقى عنده في بلده منها يقدر يشتري منها، اللي يحب يشتري منها منين ما نجاتني يقدر يشتري منها عن طريق الرابط اللي يلقاه في علبة الوصف أسفل الفيديو. الوحدة هذه إخواني هي اللي تورينا بالضبط هل هناك تسريب في المحرك، وكذلك عن طريقها وعن طريق وبالطريقة اللي مش نوريها لكم الآن. التسريب هذا عن طريقه مش تعرفوا بالضبط شنية الحاجة المعطلة في المحرك. الآن بتشوفوا كيف مش نعطيه الهواء المضغوط، شفتوه الهواء المضغوط. لهنا عندنا معاه تجينا الوحدة هذه اللي نعدلوا بها الضغط. عندي في الكتاب متاع الجهاز هذا مكتوب 2 بار، لكن انا خليت 2 بار لقدروا انتم تعدلوه لهنا، مفهوم؟ يعني تضغط وهو الهواء يمشي وانتم تدوروا حترين يتوقف عند 2 بار باش توصل هذه للصفر. لا انا مش نعملها في الكومبريسر العملية هذه. شفتوه بتزيد الضغط بتطلع الابرة هذه حتى توصل للصفر، عندي 2 بار هناك بيتقفل الكومبريسر لوحده. كيما تشوفوا وصل بالضبط للصفر 2 بار، شفتوها 2 بار وعندي صفر. باه قبل ما نشيل البوجيهات في السيارة هذه نشغل السيارة ونخليها تشتغل حتى توصل لحرارة 50-60 درجة، لأنه في 50-60 درجة يتوسع الحديد الموجود في البيستون اللي هو في الخواتم يولي مقفل أحسن تقفيل، مفهوم؟ مفهوم. من بعد شنو نعمل؟ نحطها في نقطة الـ VMT اللي هي يطلع فيها البيستون للآخر ويتقفلوا فيها الاثنين صمامات الموجودين الفوق، يعني كل شيء يصير مقفل. كيفاش هذه نتحصلوا عليها؟ اما ندوروا عن طريق الشكيف لهنا او نرفعوا العجله، رفعتها بالرافعه ونحط السرعه الخامسه وندور العجله لحد ما نشوف في الفتحه الموجوده لهنا البيستون اللي هي في مكان البوجي، البيستون طلع للاخر شفتوه طوالي، ونلقاو انه الصمامات اللي من فوق مقفلين. خلاص صار عندي السلندر الان كله مقفل. ناخذوا
الوحدة الأولى اللي هي هذه اللي جاتنا مع الجهاز ندوروها لهنا فيها الفلتاج كما تشوفوا، ندوروها هي في البيستون الأول في السيلندر الأول مكان البوجي. طيب اخواني مش ناخذوا الجهاز هذا متاعنا ومش نركبوه لهنا ان شاء الله. بسم الله. كما تشوفوا اخواني لهنا عندي نسبة التسريب واقفة طوالي في ما يقارب 10-12%، هذا يعني المحرك اموره واضحة. نشيل لهنا كما شفتوها تقعد هي نفسها، النسبة اللي لقيناها نلقاها ديما قاعدة هي نفسها 10%. إذا كان عندنا التسريب ضعيف يعني الأمور واضحة في المحرك، إذا كان التسريب عندنا ضعيف يعني المحرك أموره جيدة، طوالي بتنزل الإبرة ما في الخط الأخضر من بين 10 و40% تسريب. إذا كان تعبان متوسط المحرك تولي ما بين 40 و70% في الأصفر توقف الإبرة، إذا كان هتوصل للأحمر يعني هذا المحرك أموره تعبة ياسر لازم يعني نعمل له ريفيزيون. إذا كان يوقف عندنا مثلا في 25-30 أو في 50 في 55 يعني فما تسريب في المحرك. كيفاش توا مش نعرفه وين العطل؟ نخليه الجهاز راكب، أنا هنا ما نحتاجوش لأنه عندي المحرك أموره واضحة به، ونمشيو أول حاجة نتأكدوا منها نخليوه راكب والكمبرسير راكب فيه، ونمشيو إخواني مع بعضنا طوالي إلى الأنبوب اللي من تالي اللي يخرج الدخان من السيارة اللي يسميوها الشاكمو، اللي هو الأنبوب هذا شفتوه هذا، نسمعوا منه إذا كان الهواء طالع من هنا بنسمعوه ساهل ياسر، لأنه الهواء اللي مش يخرج مش يخرج طوالي مش نسمعوه على تحت الضغط يعني إذا كانوا طالع من هنا هذا يعني أنه الصمام الموجود لهنا في المحرك اللي هما اثنين، الصمام الخاص بتخريج الغازات بعد الاحتراق ما هوش يتقفل جيدا، يعني المشكلة في الرأس لازمنا نصلحوا الصمام هذايا أو نغيروه أو نشوفوا له حل، فهمتوني؟ هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي إذا كان عندنا الصوت الهواء من تالي من الشكمون ما هوش قاعد يخرج، لكن نسمعوا فيه يخرج لهنا في المكان دخول الهواء للسيارة أو في الفلتر الهوائي اللي هو هذا، في الفلتر الهواء أو في الدروسل هذا نسميوه الدروسل إحنا. هذا شنو يعني؟ هذا يعني انه الصمام الثاني اللي هو يدخل البنزين والهواء لهنا هو الخربان وماهوش يتقفل جيدا لازم التصليح به. من بعده اذا كان عندنا الهواء نسمعوه الصوت نتاعو يخرج من المكان هذا اللي فيه الوحده هذه اللي نقيسوا بها الزيت في السياره، يعني من هنا نسمعوه يصفر يخرج في الهواء المضغوط اللي ممر اللي مربوط عن طريق الجهاز نتاعنا هذايا وعن طريق الكمبريسر. هذا طوالي يعني انه الخواتم الموجودة لهنا فوق البيستون هي الخربانة لازمها تتغير، مفهوم؟ مفهوم. معناتها فما تسريب عن طريق مكان الخواتم. إذا كان عندنا الهواء نلقاوه نفتحوا الوحدة هذه اللي هي توسع لهنا الهواء توسع متاع الماء نفتحوها، إذا كان لقينا فيها يخرجوا فقاعات في الداخل في ماء الرادياتير طوالي نفهموا أنه فما مشكلة لهنا في البراكلاتكا اللي هي جوانت كيلاس اللي تجي الورقة هذيك متاع التكستاليت اللي تربط ما بين الرأس ما بين الرأس اللي هو هذا والمحرك اللي هو هذا اللي فيه السيلندروات. هذه إذا كان طلعنا الهواء كما قلت لكم من مكان الراشريت النباك اللي هو هذا اللي فيه الماء وغيره طوالي اول حاجه نعملوها نتاكدوا كذلك من السيلندر الثاني اللي بجانب السيلندر اللي نقيسوا فيه ما فيهش خروج للهواء. اذا كان في خروج للهواء يعني المكان اللي فيه الجوانت كيلاس اللي يربط ما بين الاماكن هذه في الوسط فما فتحه تكسرت وتعدي من البيستون الاول او من السيلندر الاول الى الثاني، مفهوم اخواني؟ مفهوم. بالطريقه هذه تعرفوا طوالي شنو موجود في المحرك هذا وشنو لازمكم تصلحوا فيه. ظهر لي كل شيء مفهوم وكل شيء سهل، الفيديو طويل لكني حرصت فيه اني نعلمكم الحاجات حاجات انا نعرفها. الفيديو القادم ان شاء الله نوريكم طريقه التاكد من الجزء الالكتروني كذلك بانفسكم. الناس اللي تحب تشتري من هذه الادوات مثل اللي انا وريتهم لكم اليوم تقدر تشتريها على موقع بنجود عن طريق الرابط اللي نخليه لكم الان في علبه الوصف اسفل الفيديو. اذا كانت تحب تشتري عندكم في بلادكم وموجود اشري، ما عندي انا اي مشكله، اشري واستعمل لانه الادوات هذه تستحقها. اذا كانك عندك ورشه تستحقها، اذا كان عندك سيارات وتحب تعرف المشاكل في سيارتك الكل لوحدك وانت ماشي
مفهوم اخواني، مفهوم. كثير من الناس دائما يقولوا لي شنو انت تعاملنا في فيديوهات كل مره نوع يختفهم في كل شيء. اخواني انا مانيش ابو العريف نفهم في كل شيء، لكن عندي اشياء كثيره نعرفها. دائما نحرص ان ننوع لكم ونوريكم الاشياء هذه حتى الناس اللي متابعتني كلها تصير تعرف نفس الاشياء اللي انا نعرفها. بارك الله فيكم، دمتم في حفظ الله، والى اللقاء.